السؤال التالي: هل يجوز استعمال دواء أو مكمل غذائي يحتوي على عنصر الصوديوم مستخرج من غضروف بقري غير حلال؟ نقوله أولا: إن تأكدت أن البقرة ميتة، ودي قضية محل جدال يعني، فلا بد أن تتأكد أولا أن البقرة ميتة بيقين، وأن هذا العنصر لم تحدث له استحالة. إيه معنى استحالة؟ أن تنقلب عينه إلى عين أخرى، زي الخمرة إذا تخللت من غير أن يتدخل البشر في تخليلها تصبح خلا، والخل حلال، نعم الإدام الخل. فاستحالت الخمر إلى خل، انقلبت عينها إلى عين أخرى، فالحكم للعين الجديدة وليس للعين القديمة. ولم يكن أيضا هذا العنصر ضئيل جدا بحيث يستهلك لضآلته في بقية مواد هذا المكمل. أضرب لك مثال: لو سقطت نقطة من البول في كمية كبيرة من الماء، برميل مثلا، نقطة صغيرة في برميل، هل يتلوث البرميل كله ويصبح البرميل كله نجسا؟ لا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. معنى إذا كان العنصر المحرم ضئيلا جدا استهلك، ضاع واندثر فيه ويعني وانغمر في هذا الكم الكبير، إذا لم تستحيل المادة إلى مادة أخرى ولم تكن قليلة جدا بحيث تستهلك، يبقى على أصل المنع. حرمت عليكم الميتة، أول ما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلا يترخص في مثل هذا إلا لضرورة علاجية. اسمع يا حبيبي ماذا جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول الاستحالة. إيه معنى الاستحالة؟ انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في حقيقتها وفي صفاتها، وهي من المطهرات، فتتحول بها المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة، فيتغير حكمها من التحريم إلى التحليل، فإن الحكم تابع للإسم والوصف ودائر معه وجودا وعدما. أما إذا تغيرت صفاتها الظاهرة وبقيت حقيقتها لم يتغير حكمها، كتغيير الجامد إلى سائل أو السائل إلى جامد، لأن التجميد والإسالة وإن غير بعض الصفات الظاهرة فإنه لا يغير الحقائق. موضع الإشكال في هذه القضية في تطبيقاتها العملية وليس في تأصيلاتها الفقهية، فهي أقرب إلى عمل الخبراء منها إلى عمل الفقهاء. ثم قال قرار المجمع: لا حاجة في استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ومن الحيوانات المباحة المذكاة تذكية شرعية، ولا يجوز استخراجه من محرم كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة، ولا استعمال الأطعمة التي يستخدم فيها ذلك، إلا إذا كانت النسبة يسيرة قد استهلكت في غيرها فلم يبق لها أثر من طعم أو لون أو ريح، أو عند حصول التيقن من استحالته وانقلاب عينه. والله تعالى أعلى وأعلم.